يا اهلا وسهلا يا ميت السلامه. انا محمد قرفلي بمطبخنا العربي. اليوم راح افرجيكم سلطه كثير طيبه بتشبه روكا سلط، بس رح نعملها ببقله. فهلا صاحبنا خضرة، كيفك اليوم؟ منيح؟ رح تعطيني هلا البقله من البراد، فرح نفرجيكم هلا كيف بنطبقها. سهله كثير وبسيطه وما بدها مكونات كثير. فعندي انا هلا هون بصل، سماء، عندي زيت زيتون، عصير ليمون هلا رح نعملها نحن على ايدينا، وبندوره. رح نبلش هلا نعملهم. ثانك يو. فهي هي البقله تبعتنا اليوم. نحن بلش حضرناها قبل شوي، نظفناها قبل شوي. رح نبلش هلا نعمل البصل مشان نسويه مع السماء. رح ناخذ هذا البصل، ناخذ الشقفة هاي، نضعها ونفرم نعمة جوانح هيك رقيقة، عفوا هالقد. هنجيب صحن هلا من عندي من هون، نفركن مثل ما نعمل الفتوش، نفركه بشوية سماء. شلون يعطينا هيك طعمة كتير طيبة. هنبلش هلا نفرم البندورة ونحط. هاي هي كلها عنا، رح خلي شوي للزينة. ما شايفين رح نعمل هلا الدريسنج. مثل ما قلت لكم للدريسنج على طول تستعملوا 3 مرات زيت، مرة عصير حامض، خل او اي نوع خل بدكم تحطوه. فرح انا استعمل هلا لهدول 2 3 4، رح بكفوا 4. حط لهم هلا تقريبا حوالي المعلقة ونص عصير ليمون. رح استعمل من الليمونات هدول الفريش اللي عندي هون. روعة. عندي عجبة واحدة رح نشيلها هلا. عظيم. ضربة ملح وبنخلط الدريسنج. هلا اذا بدكم تطبقوا السلطه تحطوها بالصحن تحطوا اخر شيء دريسنج عليها كمان بيصير، بس انا بحب خلطهم كلهم مع بعضهم لحتى كلها هيك تتغلغل ببعضها وتاخذ كل الطعمه والدريسنج. هلا عندي انا هون الدريسنج رح ننزله عليه هون. تقريبا جاهز. هنبلش بالتقديم. انا هذا الصحن بلبق كتير مع الأخضر. هنبلش خلطهم كلهم مع بعضهم. روعة. ونبلش البرزنتيشن. البرزنتيشن ما راح احط عليها شيء لأنه فيها كل الألوان. راح احط لها شوية بصل أبيض عليها من فوق بس هيك برزنتيشن، ونزينها بنفس حبات البندورة تبعتها. حطها بنص الصحن هيك، نعطيها هيك الوان حلوه روعه. كثير منيح. ضربه زيت زيتون لتعطينا هالطعمه الحلوه روعه. هاي سلطتنا لليوم، سلطه البقله مع البندوره والبصل. راح احط لها هيك من فوق ضربة سماء. تفضل.